السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من القضايا التجارية، قضايا حق التوبة ومقتضيات الفصل 32 من الظاهر الشريف 24 ماي 1955. لنتابع. عرفتي داك الاستاذ ديال المات ضرني في راسي بالشرح. صاحبتي عصبر من عندك ما ديري كيدوي بزاف ورا القرايه طلعت ليا في راسي. احلام انا صافي صافا سلام عليك. واش مزيان؟ السلام عليكم. صافا الحمد لله. الله يبارك. وفين الغبره باش خاطر غير مع القرايه؟ وانت شنو درتي؟ صافا راك عارف انا ما قدرتش نكمل في الباك. دابا الصدر ديال الفورماسيون كيبان خير مزيان. شي عندك الباك يمكن هذا العام؟ اسكت هذاك الباك هو اللي مروب لي عقل. مروب باينه فيك مروب بلاتي مع الطابليه وكثرت الشوبه الشكاره. انت تتبقى عاقل على الطابليه والشكاره. ما نجحتش ان شاء الله العام شنو غادير؟ كذبت عليك المونير، القرايه طلعت لي في راسي وما كرهتش نلقى شي خدمه. مش خاطر شي خدمه ما بقاش في الباك. انت كتشوف راه عندي لافاك. علاش ما نقلب على خدمه في السونتر هذا ما لقيتش؟ اي والله يسهل وصافي، كنتمنى يكون خير. اللهم امين. قول لي يا بابا واحد خالتي باباك لاباس عليهم؟ خارج ما يكونش شغل. الحمد لله كل شيء مزيان. اوكي الحمد لله. خلينا نشوفو. هي اللي جيتي شفتيني انت الاول؟ دابا ان شاء الله نبدا نشوف فيها. صافي ان شاء الله عليكم كامل. ان شاء الله ان شاء الله. شتيش كرا صاحبتك؟ لا لا ما كنت مشكل دنيا يعني. يلا وش الله يكرا صاحبتك. صافي مشيتي. يلا باي باي. يلا طولتي الهضره معاك. شكون هو؟ ضروري تعرفي شكون هو. داك راه منير ولد خالتي. وشحال هذا ما شفته. ولد خالتي بيناتنا والو. طبيعه الحال ما بيناتنا والو. صاحبتي راه بحال خويا. بحال خويا؟ هو بعدا كاين هو بان ليا بحال بحال. اشنو؟ انا بعدا ما لاحظت والو. يا سيدي سعيد، غير شفتك اخويا جلستي وعجبتك الجلسه وحسيتي بالدفع ومقابل ليا التلفازه. اش بغيتي ندير اللطيف؟ على ما بالك عمي الدار. ايوا خرج اخويا دور شويه وتروم. صرح رجيلاتك تسرح فيك الدم وسير شوف صحابك لعب معاهم شويه الكارطه. اش ناوي زعما تبرك لي هنا في الدار ليل ونهار؟ ويلي الضحك هذا. ودابا كتجري عليا بالعرفه لطيفه وصلان بياك. داكشي علاش قال لك الراجل المسكين ملي كيخرج لانتريت كيبداو يتلاوحوا به ياك. مسكين. ايوا علاش ما تقولش انت الراجل ملي كيكبر هاو كيشرف وكيولي يخرف وكيولي يهضر في الهضره الخاويه الملاوطه. ونودي طلع على ديك الحالة المدنية عاد قول لي هاد الهضرة لطيفة الله يهديك. أها إوا قول لي يا خويا هادشي بلي عندك معيور معيور. كي قالت مولاتها قلتيها لي في وجهي ما صيفتها لكا مع حد. إوا لا نسيتي ملي خديتيني ملي كانت العين عين والحاجب حاجب ولا زعما ولك دابا العينين. ما نسيت والو ولا لا لطيفة. ها هو قال ليك البالي لا تفرط فيه والجديد راه له جدة. كواك وانا دابا وانا نعيق. ياك ما بغيتي دير كي كيديروا شي بعض الرجال. اش كيديروا لطيف؟ ملي كيكبروا وكيشرفوا وكيهرموا كيقولوا حقه ما حقاش نديروا ما نديروا نشوفوا شي دراري قا صغيره كيوليو دايرين الضحك في راسهم. سكتي سكتي ولك سكتي. لا خليني تسمعك باش يدي مسنونك. السلام عليكم. وزيد عندك الكيسه وتبوكيصه. السلام. السلام عليكم. كيديروا الله يحفظك. لاباس ولدي؟ السلام. خويا ولدي واحد البريري الكويس تاعتي مشحر برصتو. ها كيدير با مزيان؟ الحمد لله ولدي. كيدير انت مع هاد القرايه الجديده؟ عندك تسمح فيها بحال الكليه الله يفتح عليك. لا لا كون هاني الوليد. هاد العام ان شاء الله باغي ناخذ ديبلوم باش نخدم. امين امين. وراه عجبني هاد الدومين هذا ان شاء الله راه فيه الخدمه بعدا مضمونه. الحمد لله ولدي الحمد لله. الله يجعل مولانا وليدي يحفظك ويبعد عليك شر الخلق وينور لك طريقك. اللهم امين. انا غير دابا معايا الخلصه الاولى ان شاء الله نعاود لكم شهر العسل. ولكن انا باغي شهر العسل ولدي مع المرا الجديده. المرا الجديده اللي خاصك. خذ وليدي خذ خذ حليوه خذ. ياري ياري يا ابن لطيفه شي حليوه. فمك تاع الحلوه على كلامك الزين تاكل الحلوه. لا ولا قوه الا بالله. ها هي من عند ولدي. والله لا بقات فيك منير. سري انا اللي حاطه لك الحلوه. الو الو مونير صافا؟ صافا الحمد لله. شكون معايا؟ ما عرفتينيش. معك احلام بنت خالتك. احلام صافا؟ صافا
لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. ياك لاباس؟ قول لي باقي فايق؟ مازال؟ هانتي؟ سارة مازال. مالك ياك لاباس؟ لا لا والو، غير ما جانيش نعس وكنت نهضر معاك شوية. وهي كتفكر بشي حاجة نقول لخاك؟ كنفكر حتى شي حاجة. ياك ما خايفة لا تسقطي في الباك؟ شنو الباك الله يهديك؟ إيوا ما كاينش الباك، راه كاينة شي حاجة أخرى، ولا لا؟ ما كاين حتى حاجة أخرى، غير ما جانيش نعس وصافي. عرفتي شنو؟ غدا غادي نعيط لك نديرو شي قهيوة باش تقولي على هاد الشيطة. كيفاش؟ غدا إن شاء الله نديرو شي قهيوة أنا وياك. أها علاش لا؟ واخا يلا سير، السلام عليك. باي باي. السلام عليكم، ياك لاباس بغيتيني ولا؟ وعليكم السلام، كي داير؟ الحمد لله الحمد لله. صحيحة؟ الحمد لله. والو بغيت نعطيك الفلوس ديال الكرا. واش ياك اخويا اللي بغيتي تخلصني قبل ما يفوت الشهر؟ واه قلتي لي خرجتي تقاعد، قلت واقيلا راه خاصك فلوس ديال باش تكون. الله إلا بحال علمك الله الله، هادوك فلوس ديال لانتريش ديك 4 دريال ما بقات كتقضي والو، كطير الله يستر. شوف السي سعيد، إلا احتاجتي الفلوس ديال العام كامل الدنيا هانية، أنا نجدهم لك ونعطيهم لخويا، أنا بحال ولدك. الله يخلف عليك، وإني ناخذ فلوس عام نطبهم تاني ونبقى نتسنى عام أخر. عطيني على كل شهر بشهر والله يرحم ليك الوالدين. واخا تسنى تسنى. هاك فلوس الكرا، هاك ويخلف عليك فلوس الضو. الله يبارك فيك، الله يخلف عليك سي سعيد، الله يخليك. ما تنساش تجيب لي التوصيل ديال هاد الفلوس اللي عطيتك دابا. لا ندخل الدار نعمرو ونجيبو لك بيدي. الله يخلف عليك، الله يرحم الوالدين. ما تغبرش. الوالد السلام عليكم، لاباس يا ولدي؟ بخير. سالي الله يرضي عليك، الحمد لله. الله يبارك، جابك الله تفكني من هاد الحريره هادي. مرحبا، تفرجتي في الماتش البارح؟ هادوك داروا الماتش خير بعد اليوم. مصيبه هادو باغيين يربحوا ديما، ولا مره راه الكره هي هذيك، مره رابح مره خاسر مره. يا الله تلك التيران ناقص منه، ما باقيش تمشي. الله يرضي على ولدي. لا مابقيتش نمشي بالصح، والموت بنادم يمشي يتفرج ولا يموت. مصيبه داكشي. الزازه ولدي الله يرضي عليك. الوالد عارف التروجا كيما حلو. كيتبقى ولدي سير الله يرضي عليك. شتي الخياطه كي دايره؟ شوف انت ودابا خلينا من الخياطه، قولي لي اش بان لك فهاد الشيء. يلا فاش هاد الشيء؟ منيره ماما. منير؟ شكون منير؟ منير ولد خالتك يا ماما. ولد خالتك؟ يعني ولد خالتك انت؟ يعني انا ولد اختي. اختي يا بانديه ولد اختك. ما نعرف كيفاش ما تعرفي، راه بصراحه ما كاين ما نخبي عليك. راه حنا كنبغيو بعضياتنا ومفاهمين ومتفقين وبغيناكم غير توقفوا معانا. دغيا كبرتي وليتي تهضري بحال هكا يا بانديه يا اللفعه. يا واش نقول لك بنيتي، هذاك ولد اختي عزيز عليا وانا عزيزه عليه، كنحترمو وهو ولد اختي، وكنخاف اختي شي نهار تموت وما نكونش مجوجه هكا اللي غادي تقلق عليا وكي غنوليو. ايوا شتي ها هي ما نعرفها بنتي، ما نعرف. ايه قابله، ايه واحد القضيه نسيتي انت، ما دخلتيهاش من هنا ولا دخلتيها من هنايا؟ شنو هي ماما؟ ايوا انت باقي كتقراي، هو كيقرا ما خدامه ما خدام. ايوا باز الزواج بالفم. ماما حنا دابا باغينا نتخطبوا ومين غنساليو القرايه ونخدموا ان شاء الله، ديك الساعه نشوفوا الزواج. ديك الساعه ندير لكم الطباله والغياطه.
علاش لا؟ وانا مجيتي راه قابله مصباح انا نضحك معاك بنيتي. الله يرضي عليك، الله يكمل عليك، الله ينجح، الله يسهل عليك انت وياه. ولكن واحد القضيه انت باقا نقولها لباك. علاش زعما ما يبغيش؟ ويلي علاش ضروري نقولها لباك؟ راه راجل وخصني نقول ليه راه ولد اختي جاي يخطب بنتي، ما نقولهاش ليه ما جاتش. لا ماشي هكاك ماما، واني انا راه خايفه يعاود يجبد لي عاوتاني الموضوع ديال ولد خوه، وراك عارفه رايي فيه، ما قابلاش وما ناخذوش. ايوا حتى حنا ما قابلينش، على ما نبزعوا عليك شي حاجه انت ما باغاش. ولد اختي واجرك الله قالها سير عليا تاخدي غير الحبيب اللي كتبغي. سير الله يسهل عليك. امين. ايوا هادي دابا انا وافقت لك ياك. اه وما فيا لي نوض انا ياك، ونوض يدير برداتيكم شحر. منين انت فرحانه انا فرحانه ولد اختي هذاك. يلا جري جري. فكرتيني يا سعيد، شتي كان قلتي لي رايك على هادشي اللي ناوي عليه ولدك منير؟ قلت انا راني كنفكر نزوجو، ها هو هادشي ديال العائله عندي راي اخر انا. شمن راي؟ راه الدراري غادي يتزوجوا مع بعضياتهم وغادي يقداموا شي شويه ويبداو يتناحشوا وتولي العائله كلها مغايره. لا ما كيبان ليا شي. انا الدري باغي الدريه والدريه باغيه الدري، وكيموتوا على بعضياتهم عمرهم غادي يتخاصموا ولا غادي يتغايروا. احيان كيبان لك داكشي في الاول، يتسدوا عليهم الحيوط ويبداو يشوفوا يدوروا في بعضياتهم وتولي انت من احسن مع اختك. ايوا قول ما باغيش ولدك يتزوج بنت اختي سعاد وصافي بلا فلسفه عليك. انت مالك نيتك غارقه بحالك مالك؟ واش انا قلت لك بنت اختك ولا ماشي بنت اختك؟ انا قلت لك خايفك انت لا تغيري مع اختك. وانا ما عليناش، انا غادي نقول ليه رايك ونشوفوا كيفاش نقنعوه. علاه تجي لك تقنع؟ راه ما يقول لك واخا، ولكن في الاخر يديروا على اللي قال لهم روسهم. ايوا ولا قال لينا من نهار خلاق اش نديرو؟ ايوا ديك الساعه نكونوا تغلبنا، واش غادي نديرو؟ غادي نمشيو نخطبوها ليه ونوقفوا معاه تيتزوج بها وصل عند. ايوا لا ونظهر الله يسخر والله يثبت الغرس وهاك دوزها بواحد الجريمه ديالك. الله يعطيك الخير. الا ودابا ارتاحيت يا منير؟ دابا من العائله كامله عرفاش بان انا خطبتك ارتاحت شويه. كيفاش غير شويه؟ احلام انا غادي نرتاح حتى غادي نتزوجو معنا دار وحده. مالك طماع؟ خلينا بعدا حتى نكملو قرايتنا وديك الساعه نشوفو الزواج. شرا تصدقي شنو واقع؟ كتحبني غادي نتسناك حتى تاخدي الباك وتمشي للافاك وتاخدي لا ليسونس غادي نجي نتزوج بك. الحماق انا ما كنهضرش عليا، كنهضر عليك انت. خصك بعدا تكمل قرايتك وتاخد ديبلوم وديك الساعه نشوفو الزواج. انا لالا راه قررت ناخد ديبلوم وغادي نخدم ان شاء الله، ومن دابا خصنا نفكرو في هادشي. ما فهمتش اموني علاش تسفان. خلينا بعدا نعيشوا ايام الخطوبه ولا باغي صداع الزواج والولاد. اه عندك الحق، خصني ندوز وقيته سوا انا محط الاخبار. اش بالك نسافر هاد الويكاند؟ كيفاش نسافر وما مركتيش؟ راه واقيلا غير مخطوبين وما يمكنش لينا نسافروا بوحدنا. وزيدوا فوق هادشي كامل انا راه عندي الباك هاد العام وخصني نوجد ليه. كنلقاني نشدك صراحة، كلامك صحيح. فاش تعرف بلي غتاخد وحدة غتفكر لك غير في مصلحتك. ودابا ما غاديش تكون شاطر تاخد هاد الباك؟ لا، على ما تجيش تراجع معايا مرة، راه معولة عليك زعما. والله إلا الباك ديالك ما عرفتش من خرج ليا، ولكن على قبلك غادي نصبر إن شاء الله، وغادي نوقف معاك حتى. إن شاء الله. مخلص أكون في الدار ديالي. مخلص هدايا. يلا شوف خاص تمشي معايا ان شاء الله السيمانه الجايه بعد الخطوبه. فاس نعيط لك في العشيه؟ واخا ان شاء الله تهلا في راسك. الله يهنيك. فين اخويا؟ تليفونات وداك الشيء مابقيتش كتسالي. ضروري صحيحه. الله يحفظك. فين غادي؟ كيفاش فين غادي؟ غادي لدار مامتي. شمعة؟ يلا نتا تشرب شي قهوة. كيفاش؟ ضربوا عزة طماريس. انت بغيت دير اش ضربوا عزة صافي نشربوا شي قهوة انا فشك منيش. لا صاحبي تما البحر القضية زوينة تبقى شعويناتك شوية. غنمشي معاك معلم ولكن راه مازال عندي شي حوايج ديال المدرسة خصني نساليهم. جو بكري. اشوف اصاحبي صافي غتقول لي بغيت نجي غنجيبك صافي؟ يلا نمشي معاك بكري ما نشرب والو. علاش؟ كاع عارف راه كاينة فلوس.
وايلي فين عمرك كان عندك الفلوس يا صاحبي؟ طلع علاش انا عندي الفلوس؟ عمري ما خلصت. يلا بيض وهانت دابا ساعي شوف شحال في الساعه بغيت غندخل نحب جنابي ودوي مع ولدك وعلي دخلها شغل يبقى يضيع في الزناقة في هاد الليل الله يجيبو على خير الله يجيبو على خير ودوي معاه دوي معاه عليه ودخل لدارهم بكري مرب راني هادي الله يحضر السلامة والعافية الو نعم سيدي اياه واد كيفاش يا سيدي اياه ولدي مالو الله 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 امتى وقع هادشي يا سيدي الله الله كيفاش معامل يا سيدي اش وقع سعيد كاميو لا اله الا الله والدري ما شفتيش حالته كيدير يا سيدي ما عرفتيش عنده سعيد. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين احنا جايين دابا خويا الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين سعيد اش واقع مصيبه عود ما اشنو ولدك دارك سيده اويلي على دارك سيده هالج داوي اويلي على ولدي وفين هو دابا هو نوضي لبسي جلابيتك نمشيو نشوفو فين هو نوضي لبسي جلابيتك نمشيو نشوفو باقي عندي الشركه باقي عندي الركبي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجازيك بخير يا دكتور العام طمنا على واحد الدري راه معقلة غادي يخرج في الكولوار بغينا نعرفوا واش عنده نعم سيدي. تفضل بعدا سيدي تفضل. الله يكبر بك نعم سيدي الله يجازيك بخير. مرحبا. بغينا نعرفوا سيدي واش عنده. شكون هو سيدي؟ منير بن سعيد سميتو سيدي دارك سيدة في طريق جديدة. عرفتو كان مع واحد الوليد. نعم سيدي يا سيدي. واحد الدريري يلاه خاطب سيدي تا هو مسيكي وعدتم الله اجاكم في هذاك لا اله الا الله لا اله الا الله سيدي. ماشي ولدكم اسيدي لا سيدي تا هو ولدنا نيت لا اله الا والدريري عندنا كيبقى نعم سيدي هو جاتو واحد الضربه شويه صعيبه جاتو في الخصر ديالو تقريبا العمود الفقري وكانت السبب في شلل نصفي لا اله الا الله هي دابا تشل نعم سيدي ايوا هذه هي الحاله اللي بانت لنا حاليا ولكن يعني من 48 ساعه يمكننا نخرجوا بواحد التقرير اللي يقدر يكون نهائي والتقرير النهائي نعم سيدي غادي يتشل وكنتمناو على الله يكون خير حنا غادي نحاولوا نقدموا ليه مساعده نفسيه يعني عندنا واحد الطبيب نفسي اللي غادي يحاول انه يتبع معاه ونتبعوا ليه في الدواء ديالو وكنطلبوا منكم حتى نتوما انكم تساعدونا نديروا مجهودنا نعم سيدي عاد كاين شي امال بعدا نعم سيدي ان شاء الله يكون خير ولكن راه انت والوالده ديالو خصكم تعاونونا نعاونوا اخويا كنسمع شي صداع ما عرفتش شكون هو اللي عنده سيدي راه هو اللي عنده يكون خصك تصبر خصك تصبر ويكون خير يكون خير يكون خير يكون خير يكون خير وغادي يطول عندكم نعم سيدي هنايا ايوا غادي يطول شي شويه غادي يطول شي شويه لانه خصو علاجات اللي وكي قلت لك 48 ساعه القادمه هي اللي غادي تحدد لنا يعني الخطوات اللي يمكننا نتبعوها من بعد وغادي يولي بشي من العكاكز نعم سيدي العكاكز دابا راه ما كاينينش ما كنهضروش دابا على العكاكز كي قلت لك 48 ساعه اللي جايه اللي غادي تحدد لنا المصير ديالو لا اله الا الله والله يرحم لكم الوالدين ندير معاك انا مجهودك الله يجازيك غادي نديروا اللي علينا يكون خير الله يفتح عليك الله يبارك فيك نعم سي زيد وليدي زيد غير شويه حطوا لي حطوا زيد زيد قاعد ناخذ هذا شويه هاب شوي خصها شي حاجه حنا هنا اخويا مولاي الله يرضي عليكم اوليدي شكرا الدراري الله يحفظكم اوليدي صافي بديتي صافي صافي الى انت صبرت قدامك صخر لي مرجلي صخر لي شي واخا صافي وليدي دابا ان شاء الله تولي لاباس صافي وليدي صافي طيب لك شي حاجه حبيبي طيب لك شي حاجه شي صوبا ولا قالت شو انا قلت شكون شوف شكون اللي جات عندنا جات احلام جي دير هادي هنا سيري في حالك سير خرجي عليا الشيطان سيري خرجي عليا سيري في حالك صافي 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 خرجي يا امي وصافي مع الشيطان اجي طلع لك راه بنت خالتك فرح عليا برانيه
ياك موني ما بغيتينيش نشوفك. انا ما بغيت نوقف حتى شي واحد، ما بغيت حتى شي حد يشفق عليا. ولكن انا ماشي اي واحد، انا راه خطيبتك وقريب نولي مرتك ولا لا؟ احلام، داكشي اللي بيناتنا ساله، من الاحسن تنسيني. انا راه مقصر على الزواج، من الاحسن تمشي تقلب على شي واحد صحيح. ما غنبغي حتى واحد من غيرك، وما غنتزوج بحتى واحد من غيرك. واش ما كتشوفيش كيفاش وليت دابا؟ جاي تضحك عليا انت؟ بالعكس، انا ما جايش نضحك عليك، انا جاي نوقف معاك. وهذا الشيء اللي طاري لك ما كنعتبروش مشكل. انا عندي مشكل، انا ما عمرني غادي نقد نتزوج بك، ما عمرني غادي نقد نفرقك حياتي اللي باغا. انا ما غنتخلاش عليك. الاحسن نبقاو خوت. خوت؟ خوت هي اللي عمرها ما غتكون. غتلقاني ديما معاك مهما كانت الظروف. بس درني امي. امي نعم وليدي. بغيت الرشاح. نوضي الله يحفظك في حالاتك. اشنو بغيت؟ نوضي عليا هذه في حالاتها. ما نمشيش. نوضي راتني في راسي تنوض في حالاتها. ما نمشيش. لا نوضي تسمحي بس تصنطي. انا غنمشي ولكن دير في بالك عمرني ما نتخلى عليك. صافي 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 حنا خليتي صافي 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 صافي. مساء الخير، تفضلي. الله يخليك، بغيت نسولك على حالة واحد المريض كان كيتعالج عندك. مرحبا، سميتو؟ سميتو منير بن سعيد، كان طرات لي واحد الكسيدة وصابت شلل من رجلي. تفكرت هاد الولد هذا ياك؟ لاباس ياك ما تزاد عليه الحال؟ لا، الحالة ديالو باقا مستقرة، ولاني أنا خطيبتو. تشرفي. وبغيت نعرف واش يقد على الزواج ولا لا. هي واش غنقول لك، يعني الحاله ديالو ديال الشلل راه تصابي في رجليه، يعني يمكن له يعيش حياته طبيعيه. يعني الدكتور يمكن ليه يتزوج ويولد؟ طبيعة الحال يتزوج ويولد، ولكن الحاله النفسيه ديالو مهمه، وتبعوا الدواء ديالو يعني حسب التعليمات اللي عطيتكم. حس حنا دكتور نديرو كاع اللي في جهتنا باش يبرى ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. شكرا بزاف دكتور. مرحبا مرحبا. شكرا. مزيان تبارك الله. نادي شوفي يا سعاد، بنتك تاخد واحد مشلول. ومالو مشلول؟ معليش الله، ماشي راجل بحال الرجال ياك بنتي. باش نهار بقيت طلعي في الدرج عيطي لي امي، امي يجي عاونيني فيه. والله الا كانت لك. غير كوني هاني، هو اللي كاين. والله الا كانت لك. هو اللي كاين. ايوا خوديه، الا كنتي مرا خوديه. هو اللي غناخد. بدا تخدم، بدا تهز عليا في ديك التما، تنعطى لك الوجه. مزيان تبارك الله، تحل لك الفم. لا هو اللي غناخد، وخوديه اختي لك التمره. مزيان تبارك الله. هو اللي غناخد، غير كوني هانيه، تنطابق السما مع الارض. هو اللي غناخد. والله الا خديتيه، والله الا خديتيه، ونقنت هاوتو انا وياك. والله هما متي محدايا حتى غنهرس لك وجهك. تقعدي محدايا. ما نايداش. تقعدي. ما نايداش. هكا وليدي على الضال الهضره. نوضي محدايا، نوضي محدايا. هيا غاده. تقعدي بالضال. هيا غاده. تقعدي. ولكن اللي في راسي هو اللي غيكون. سير. غير تهناك. سيري لهلياتك، ياخذوا الرجال الصحان تيجيب لي واحد هنا، بدا تقول لي كل ساعه امي اجي عاونيني فيه، امي اجي عاونيني فيه. سمعتي نقول لك؟ راه امو على راسي وعيني حيت اختي، وانتي والله الا ديتي، الا ديتي ها وجهي ها وجهك، اجي وشمي ليا ولا سيلي ليا بنيتي. الا خليتها فيك يا بنيتي الله يديني عليك، الله يديني عليك. ايوا سيري، طعنيني طعنيني وخليني نرعد. جيب لي واحد ندانا نركبو في ظهري، مره نطلعو انا مره باك يركبو ظهري نطلعو، مره طلعي انت في ظهري. سير وانا كانت لك الله لا ديتي، لا ديتي اجي شتيني. ويلي 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 ويلي. دابا وليدي ما عطاكش الله تاكل شويه، تبقى بالجوع. فينا هو منير ولدي؟
اللي كانت الضحكه ما كتفرقش وجهه، ولا بنيتي ما ياكل ما يشرب ما يدوي. ما كتبش عليك حنان، انا وليت خايفه على ولدي، خايفه عليه. ما تخافيش اخالتي، دابا يبرا ان شاء الله ويولي احسن من الاول. ما تخافيش، شوفي معاه بنيتي لا بغا ياكل منك شويه شويه. واخا سلام. شنو شنتي ديرين؟ جبت لك تاكل. انا راه مبغيتش ماكله، مبغيتش حد يجي عندي، خرجي عليا. ولكن انا خطيبتك، وقبل ما نكون خطيبتك راه واقيلا بنت خالتك، ولا نسيتي؟ لا لا، انا راه مابقيتش كنصلح للزواج. انت راه ما عندك والو، وهاد الشلال غادي تحيد الى حيتي ديك قصوحيه الراس. ترى انا اللي حاسس بداكشي اللي عندي، انت راه كتضيع الوقت ديالك هنا. بلا ما تبقى تكذب عليا منير، انا عارفه كلشي. مشيت عند الطبيب وسولته، وقال لي بلي ما عندك والو. جدك مشى عند الطبيب؟ انا يا مريض وما بغيت حتى شي واحد يتشفى فيا. ما جايينش نتشفى فيك، بالعكس انا جايه نوقف في جنبك، حيت انت خطيبي وكان بغيك. ولا انت ما كتبغينيش؟ اه الا ما بقيتيش كتبغيني قولا قولا، وعمرك ما غتشوفني مازال. مالك سكتتي؟ هي ما كتبغينيش ياك؟ هي ما كتبغينيش يا منير؟ واخا حتى انا ما يمكنش ليا نبقى مع واحد ما كيبغينيش. سلامة منير. أحلام، أنا مازال كنبغيك. حتى أنا كنبغيك. أنا ماشي ما كنبغيكش، أنا مبغيتش نتكرفص عليك بهاديك الكروسة اللي عايش بها. أنت باقا صغيرة، مبغيتش نغصبك في حياتك. أنت هو حياتي، بغيتك بطيبتك وقلبك الكبير وهادشي كافيني. أنا راه كنبغيك، وديك الهضرة اللي قلتلك راه كاملة غير من فوق خاطري. أنا عارفاك وحاسة بك، ولكن انت خاصك يكون ايمان قوي بالله، هذا ابتلاء من عند الله وخاصك تصبر، وانا ديما غنكون بجنبك. غادي تزوجي بيا احلام؟ بطبيعة الحال غنزوج بك وقت ما بغيتي، ولكن بشرط الى حيدتي هاد العصبيه اللي فيك وعشتي حياتك بشكل طبيعي. توعدني؟ نوعدك، من اليوم غيكون غير داك منين اللي كنتي كتعرفي ياك. ايوا كل بعدا، كل من بعد ندويو على الدبلوم ديالك كيفاش غتاخذو. وما تنساش راه خصنا ندويو على داك الباب ديالك. واخا سيدي، وغير كل بعدا. وري ليهاتك تبدا بهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي العربي. محمد. كيداير؟ اهلا سي خير سيدي. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير. قول لي السي سعيد، ياك ما محتاج لشي افونس زعما شي فلوس قبل من راس الشهر؟ لا السي العربي، انا جيت على حاجه اخرى. مرحبا مرحبا، راني تصبح هذا الكليان قلال، اللهم قرقبوا الناب انا وياك. راك عرفتي دابا الدري استرالي هذيك السيده دابا راه مسكين مشلول، راه ولا ما يهز ما يحط، وخصو يطلع في الدروج ويهبط في الدروج، ولينا محنين معاه نطلعوه ونهبطوه، وهاديك الام الله يحسن عوانها مسكينه وصافي. بلا ما تفكرني السي سعيد، هذاك الولد عندك راه دقته بقات فينا كاملين، كاع الناس بقى فيهم. ايوا مسكين ما يستاهلش. الله يجازيكم بخير اسيدي. وعاد انا هاد مسكين تاني راه الا كمل عليه سيدي ربي راه بغى يدبر على شي بنت الناس وبغى يتاهل. ايوا انت كتشوف هاد التكرفيسه هادي، راه حنا كنشوفوا لا جاب الله شي دويره سفليه بعدا نقصوا عليه عاد وطلعوا الدروس في الهبوط وما شاء الله وخلاص. اييه يحسن عوانكم، ها يحسن عوانكم، الحال صعيب عندكم بزاف، خص دابا ضروري مسكين اللي طلع هبط. ايوا الصبر، هادشي مكتب المكتب. لا اله الا الله، وكلامك هو صحيح، خصكم ضروري تشوفوا لي شي سفليه. انا لا بانوا لي شي سمساره صعابي، انا نقولها لهم وتبان لي السفليه ولا الناس وتتقلب وما يكون الخير.
ولا واسي العربي قلنا زعما هذيك السفليه اللي عندك ني تلقى لينا هي والمحي الله يجازيك بخير. الى هذاك الله زعما كيفاش السي سعيد اش هاد الهضره كتقول؟ واش هاد المحل والسفليه فين ساكن؟ اي وقلنا عاد نوضو نبداو نقلبو داكشي هو كلشي موجود وانت راه ما يخفاش عليك السوق راه في يدك راه تقدر تدبر على دويره وعلى مويحي فرمش تعين. السي سعيد هاد الهضره اللي كتقول راه ماشي هي هذيك. فين غادي نسكن انا ووليداتي فين؟ و هادشي اللي كتقول فيه راه ماشي هو هذاك. وفين باش غنكون انا باش غادي نعيش؟ وبغينا نتعاونوا زعما تراك ولد السوق الله يهديك السي العربي. واش دابا غادي يخفى عليك المحال وتحتي الله يهديك؟ عطا الله السفلي عطا الله الدور عطا الله ما خليتي لي ما نقول صافي السي سعيد زعما دغيا سخيتي بينا ها انا وليداتي فين غادي نمشيو دابا فين؟ الله سيدي ما سخينا بيك ما سخينا شي بالجوره ولكن انت كتشوف راه للضروره احكام درك راه كي غادي ندير انا كي غادي ندير مع هذاك الدري كي غادي ندير لا حول ولا قوه الا بالله. اش غادي نقول لك؟ واخا بقيتي فيا وهداك الولد تا هو مسكين كاع ما يستاهل هذيك الحاله كاع غادي نخوي لك السفلي والمحل. الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير. لا 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 ولكن بشر. اشنو هو الشرط السي العربي اشنو هو؟ انت كتشوف المحل تبارك الله كيفاش رضيتو تعطيني التعويض. وشحال فهاد التعويض السي العربي؟ هاك قلتي نهار عطيتيني المحل كان خربة انا اللي قديتو وصلحتو ولاو الكليان دابا راك شتي الناس تبارك الله غادا جاية. نخوي لك تعطيني 80 مليون. وانت سير تقول السي العربي انت بغيت تورثني في محالي على هذا الحساب الله يهديك السي العربي 80 مليون من جاتني اخويا؟ راه المحال راه كيسوى اكثر من هادشي اللي قلت لك انايا وانا هذيك 80 مليون سويت زيد نلقى شي محل بحال هذا ونربي الكليان عاوتاني من الاول. واعرف اش سير تقول السي العربي 80 مليون انا عندي يلا قلتي لي هذاك النهار اللي نتريت وداك الشيء الله يهديك و ما شاء الله وخلاص. بس سول السماسريه وسول الناس راه المحل راه ولا غالي خوي لي المحل كيف فين نمشي انا فين؟ سلام خطيبي العزيز صافا؟ لا ما تخالش صافا شي مزيان الحمد لله. ما درتش درت خفت راني جايه من المعاد ديالك مشيت ديت لهم شهاده طبيه اللي عطيتيني تلاقيت مع الاساتذه ديالك والطلبه عرفتي بقيتي فيهم بزاف وقال لي غيجيو يشوفوك ان شاء الله. مساكن كاملين كنت عزيز عليهم قالوا لك شي حاجه على القرايه وديك حقه قالوا لي يمكن لك تقرا في الدار ومنين يقرب وقت الامتحان ان شاء الله غيجيو يمتحنوك هنا في الدار. ما صيفطوا والو لي بوليكو طبيعي الحال خاص تراجع غتبدا بهادو. المهم كلشي هنايا خاصك تبدا بهادو ماما تقرا هادو هما الاولين صافي ان شاء الله. ان شاء الله غندير جهدي باش ناخذ هاد الدبلومه ان شاء الله يا ربي. قبل لك زعما غادي نلقى شي خدمه وانا مسلوه في حلقة. علاش ما تلقاش خدمه؟ الدبلوم ديالك في الاعلاميات وهاد الدبلوم هذا ما كيطلبش الوقوف ولا المشي يمكن لك تمشى بالكروسه ولا لا. ولكن كاينه واحد القضيه. واش القضيه فشان؟ الدروجه شنو غنديروا فيها؟ تحلات هذاك المشكل الدار اللي عندنا لتحت اللي خرج منها المحل الوالد كرا لواحد السيد ودابا نيت راه كيدوي معاه بشي اخوان
مزيان. وراه غير غادي نسكنوا انا وياك. مزيان ايوا، لكان هكا مكاين حتى مشكل، وان شاء الله حتى الخدمه ملي يشوفوا الكفاءه ديالك انا متاكده غيعطوك شي مكتب في السفلي ان شاء الله. فمس. ان شاء الله. واش شتك كتجري معايا نسيتي راسك؟ نسيت راسي كيفاش؟ شي داكشي نسيتي قرايتك، نسيتي الباك اللي عندك. لا لا كون عاني ما ناسياش، مره غنجي نبرزتك تراجع معايا. مرحبا بك، وانت انا ان شاء الله غادي نوقف معاك تاخذي الباك وتكملي قرايتك ان شاء الله. ان شاء الله. حتى انا غنوقف معاك حتى توقف على رجليك. جابك الله نيت واحد الكلمه كبيره ما فهمتها. ودابا خلي القصه وبدا تحفظ. ما فهمتهاش. نشوف انا فاضي نقول تحفظ. لا خلي القصص من بعد. نضرا يا خو الزدرا، سولتي على داك الموضوع؟ سولت على لا. واش قال لك اخويا؟ واش غادي يقول؟ تعويض، قالك لا بغيتي الافراغ خصك تعطي التعويض. وليني الحانوت راه ديالنا ماشي ديال الكاري، وهذاك الحانوت ما يساويش حتى الربع من داكشي اللي طالب الكاري. قانون كيقول لا 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 بغيتي الافراغ ديال المحل التجاري خصك تعطي المولاه التعويض. هذا القانون يا لال. واخ ايوا دابا سيدي الحانوت نقولوا عدو القانون، والدار حتى هي خصها التعويض. هذيك خصها دعوه، ودعوتها حبالها طوال، قدروا نخسروها ونقدروا نربحوها. هو دعوة هذه واش من دعوة؟ عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ شد هذاك الكاري تفتف عليه وقول ليه خوي الدار والحانوت بجوج. تفتف عليه؟ تو راه 80 مليون يبقى تفتف عليه ولا شحال؟ 80 مليون. ويلي على 80 مليون؟ ياك ما قالوا لي راه حنا كنطبعوا الفلوس، بغيت ليه 80 دقة تنزل لي على القلب. يقول امين ان شاء الله. عرفتي اش غادي دير؟ عطيه واحد 5 د المليون، واخا حنا شافنا الله ما عندناش. والله الا على 80 مليون. قالوا لا لا نعطيو 5 ونزيدو كاع شويه. غنتفكوا من هاد العصيده هادي. انت فين هو منير؟ كيدير شويه بعدا لاباس عليه. راه هو منير احمد الله وشكره. راه هو غادي وليدي كيعاون كيدبدب وعاد في اللحم الحي. وراه هو تيبذل مجهود على قبل هذاك الدبلوم. وليني اللي وقفت معاه ساعي راه الصراحة الله شهادة لسيد ربي هي أحلام بنت اختي سعاد. ما كذبتيش لا لا ما كذبتيش، مرا ديال الزمان. صدقت بعقيلها. مرا ديال الزمان، مرا ديال الزمان. واخا حتى أنا بكري كانت كتبان لي خفيفة شي شوية. لا 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 هي راه جرات لسلالتنا، حيت حنا سلالة كنتهلاو في الرجال. والله ونوضي السلالة تهلاي في راجلك وجيبي لينا شي ما ناكل. هي اللي ما تزعمش. نوضي السلالة. وحلتي هادي عهدة مول 80 مليون. حويلي على 80 مليون. سي العربي اخويا انا جبرت لك على واحد 5 مليون اخويا لي ما حالي الله يرحم لك الوالدين. اش اجد الهضره كتقول السي السي سعيد وهاد 5 مليون اللي قلتي نتايا هاد 5 مليون اللي قلتي نتايا راه ما هي قيمة حتى الإصلاح اللي درت في دخل دخل داكشي دخل السي العربي عصيفة هاي. واش قلتي يا السي العربي؟ ما عندي ما تقول وليتي كتقول لي 5 ديال المليون، واش عرفتي المحل شحال ولا أساوي دابا ولا لا؟ والله العظيم وما تساني حلوف الى هاد 5 مليون راه قلتها كلمه راه يلا غادي نمشي نقلب عليها والله ما عندي. اش غادي نقول لك؟ انا راه غادي ندير بوجه العشره والطعام وانت ماشي وجه المحاكه خيرك سابق. هادشي علاش انا غادي نزيد نقص لك 5 ديال المليون. يلا لا ولا قوة الا بالله. واش انا كنقول لك 5 مليون ما عديش عاد غادي نمشي ندبر عليها؟ وانت ديك النهار معيط عليا وكتقول لي فلوس لانتريس وانا غادي نسبق ليك ودابا صافي دغيا تقلبتي. راه غنعطيك 75 مليون اللي غادي تعطيني 75 مليون واش بغيتي؟ واش غادي نقول لك السي العربي ملي ما راه عيتي شي راك سير تقلب على المحكمة. شوف 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 السي سعيد
اخر كلام عدي غنزيد ننقص لك 5 مليون اخرى. يلا انا مع من داو. شوف اخر هضره عدي هي 70 مليون ما نقصش لك منها فرانك صافي. انا ما نعاودش لك الكلام، ما تلومنيش الا مشيت للمحكمة. ايوا عندك الحق، سير سيدي المحكمة وهي كل واحد فينا غتعطيه حقه. يلا وهي نتلاقاو في المحكمة وصافي. فين المحكمة؟ الله يعرضك سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2010. المستأنف سعيد بن الفاطمي. ينوب عنه الأستاذ ميلود العالي. المستأنف عليه العربي بن علي. ينوب عنه الأستاذ عادل دسكاتي. المسطرة هي كتابية. سعيد بن الفاطمي، كتأكد المقال الاستنافي؟ نعم، كان طالب حق التوبة وإجراء خبرة. العربي بن علي، كتأكدوا المقال الاستنافي الفرعي؟ أنا كان طالب برفع التعويض على المحل ديالي اللي هو الحانوت، المحل ديال السكن ديالي 770 مليون. دفاع المستأنف، كتأكدوا المقال الاستنافي؟ سيد الرئيس، السادة المستشارين، إن للعارض الشرف بأن يعرض على أنظاركم كونه يستأنف بمقتضى مقاله الحالي الحكم القطع الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية الصادر بتاريخ 12 يناير من هذه السنة، ملف عدد 12/2010، حكم رقم 112، والقاضي في الشكل بقبول الطلبين، وفي الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب الإبطالي مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يكتريه الكائن بزنقة 12 الرقم 14 درب النور، بعد توصله بمبلغ 150,000 درهم أو وضعه رهن إشارته بصندوق المحكمة في حالة ثبوت رفض التوصل به مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين. كما يطعن العارض بالاستئناف في الحكمين التمهيديين الصادرين على التوالي في إطار نفس الملف. سيد الرئيس، السادة المستشارين، إن المستأنف عليه العربي بن علي تقدم بمقال يعرض فيه أنه يكتري من العارض محلاً معداً للتجارة، وأنه توصل بإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي وإسكان ولده، وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاح الصلح، وأن هناك عقد جديد بين الطرفين أبرماه، وأن الإنذار قد وجه أثناء سريان العقد، وأن أجل 6 أشهر ستبتدئ من أول شهر لا من 17 منه، وأن المدعى عليه لم يثبت إحالته على التقاعد واحتياجه لمحله حتى يكون هناك سبب لهذا الإنذار، وأنه لا يتوفر على عمارة يكثر أدراجها بحيث لا يمكن لابنه المصاب بحادثة سير الصعود فيها، وأن سبب الإفراغ من أجل تزويج ابنه هو ليس حقيقة، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ مع ما يترتب عنه بصفة قانونية، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. سيد الرئيس، السادة المستشارين، قد أدلى العارض بمذكرة جوابية مع مقال مضاد
عرض فيهما أن المدعي منح مهلة 6 أشهر كاملة وهي مدة القانونية، وأن القانون يخوله التعويض إن كان يستحقه، وأنه تقاعد، وأن الابن المراد إسكانه قد تعرض لحادثة سير خطيرة، وأن ضرره تفاقم، ملتمسا الحكم باستبعاد دفعات المدعي. وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري أو المحل السكنة التابع له هو ومن يقوم مقامه. خذ خذ الباب محلول. راني وقفتي نهار كبير هذا. شتي هذا هو منير اللي كنعرف بالإرادة والعزيمة حتى حاجة ما كتغلبك. إرادة هي اللي زرعتي فيا، أنا بلا بك ما عمرني كنت نفكر نوقف فوق الكاكس. بالعكس أنا غير شجعتك، أما الإرادة والعزيمة كانوا فيك. وأنا إن شاء الله غادي نتبع النصائح ديالك ترجع قبل كما كنت. إن شاء الله يا ربي، التمارين غتولي أحسن من الأول. إن شاء الله، يلا عميري بسالك. واخا. شوية. مونير؟ نعم أمي. الله يوري تتكيس على رجيلاتك، راه باقي المرض. فين غادي؟ أنا أخرج أنا مدام. الله يا وليدي غادي تخرج بهذاك العكاكز، مشي وليدي تعيا ولا طيح. خليني أمي أنا شحال هذا محرم الزنقة، خليني نخرج. خليها خالتي، خليه يخرج يمشي يشم شوية البرد، راه هي في الدار، ما تخافيش علي أنا معاه. واملي أنت معاه شي بس ما كاين، عرضي ليه البلا بنيتي. يا وليدي بغيتي نعطيكم واحد هي 50 درهم. باش تركبوا وشريو لكم الزريعة غادي انت وياه وتبادلوا الدفلات. يلا باي باي. شويه 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 لك سابقني شويه. ردي بيتي لك مع الطروش الله يشافيك يا وليدي. الله يشافيك الله يشافيك. انا مابقاش قديت نشوفك هكا. الله يشافيك. حمدك يا ربي وشكرتك. حمدك وشكرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير لطيفة لاباس؟ انظر اخويا انظر اش قالت المحكمة. حكموا عليا لالا ب 15 مليون نعطيها ليه باش يخوي ليا المحل ديالي. الله يا ودي الله، منين غتجيب لي اخويا هاد المبلغ هذا؟ وراك عارف خصني نبيع هاد الدار باش نعطيه فلوس. يا ولدي يا سعيد لا تقولها، واش انت باغي تبيع الدار اللي حنا ساكنين فيها وسترانا باش تفك دار اخرى؟ ما يمكنش. لا لا غنشوف لك شي حل اخر. والحل الاخر هو ولدك الحمد لله راه ولا لاباس، ولا كيمشي ويجي ويطلع مع الدروج واخا بالعكاكز. الحمد لله نازلوا على الدعوه لالا وكف الله والمؤمنين القتال. واخا سيدي حنا درنا هاد الحل والمحكمه غادي يبغيو. تشاورت مع المحامي قال لك لالا غندير واحد القضيه سميتها توبه، نطلب التوبه كتسمى بحال الا تنازلت على الدعوه. ايوا يدير الله خير. غير هو هذا الكاري هذا ملي صدق كاع هذا الشيء فيه وهذا العجب فيه وحنا كنصبروا عليه وما صدقش فيه الخير نقول لي يزيدنا في الكره باش حنا نلقاو باش الله يهديك لطيفه. الله يهديك ونسالوا بعد هذه الحريده. الله 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 تكرت عليك شويه كتكرت عليك شويه بالمشتي. سيد الرئيس، الساده المستشارين، بعد تبادل المذكرات بين الطرفين واصدار المحكمه التجاريه الابتدائيه احكام تمهيديه باجراء خبره وخبره مضاده، تم تحديد التعويض عن الافراغ بالنسبه للاول 10 مليون سنتيم والثاني حددت مبلغ 30 مليون سنتيم، تم الطعن فيها بالاستئناف. سيد الرئيس، السادة المستشارين، إن العارض وقبل سيرورة الحكم موضوع الطعن الحالي نهائيا وقبل مغادرة المكتري للمحل المكري له قد مارس حق التوبة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من الظهير الشريف 24 ماي 1955 والفصل 32 من الظهير الشريف المذكور ينص أنه يتسنى لرب الملك الذي خسر الدعوة ممارسة حق التوبة وأن يتملص من أداء التعويض بشرط تحمله سوائر الدعوة
وبموافقته على تحديد العقد، وذلك خلال أجل 30 يوم تحسب إما من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وإما من اليوم الذي أخبر فيه بالقرار إذا كان الأمر يتعلق بقرار لمحكمة الاستئناف. ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق إلا إذا كان المبتري لا زال في المكان ولم يعمد بعد إلى كراء واقتناء مكان غيره. سيد الرئيس، السادة المستشارين، حيث إن المستأنف عليه ما زال يستغل محله التجاري لحد اليوم، وقد أعلم بممارسة حق التوبة كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها بالملف. لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس المقر أولاً من حيث الشكل قبول الاستئناف، ثانياً من حيث الموضوع، أساساً الإشهاد على ممارسة العارض لحق التوبة وتنازله عن الحكم الابتدائي، واحتياطياً الحكم بإجراء خبرة مضادة من أجل تحديد القيمة الحقيقية للمحل، موضوع الإفراغ تسند لخبير مختص مع حفظ البت في الصائر، وللمجلس الموقر واسع النظر. دفاع المستأنف عليه، كتأكدوا المقال الاستئناف الفرعي؟ نعم سيد الرئيس، ولنا توضيح. تفضلوا الدفاع. سيد الرئيس، السادة المستشارين، إن المسطرة هي في حقيقة الأمر كتابية، ولكن خصوصيات هذه القضية هذه كتستوجب منا شي شوية نتاع التوضيح. سيد الرئيس، السادة المستشارين، بخصوص الاستئناف الأصلي، حيث استأنف السيد سعيد بن الفاطمي الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية الصادر بتاريخ 12 يناير 2010 عدد 12/2010 حكم رقم 112، والقاضي بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة 12/14/النور، مع أداء المالك للعارض تعويضاً عن الإفراغ قدره 15 مليون سنتيم. كما استأنف كذلك الحكمين التمهيديين موضوع التقدير بالتعويض. سيد الرئيس، السادة المستشارين، في الشكل نحن نسند النظر للمحكمة الموقرة في الموضوع. أولا بخصوص حق التوبة، حيث دفع المستأنف كونه مارس حق التوبة وأنه تراجع عن الإنذار بالإفراغ الذي وجهه لمالك الأصل التجاري، فإن هذا الحق هو مقرون بشروط يجب الالتزام بها، أهمها والأساس منها أن يصدر بالتوبة أمر من قاضي الصلح لا بكتاب يوجهه المالك عن طريق عون قضائي للمكتري، لأن قاضي الصلح هو الذي يبحث فيما إذا كانت شروط التوبة متوفرة أم غير متوفرة، وحيث يكون الدفع بالتوبة على غير أساس قانوني. ثانيا بخصوص التعويض، حيث أن المستأنف يطعن كذلك في التعويض، والحالة أن الحكم الابتدائي لم يكن على صواب فيما حدده من مبلغ 15 مليون سنتيم، والحالة أن الخبير السيد عماد المعتمد حدد قيمة التعويض في 30 مليون سنتيم، وهو ما حمل العارض على تقديم استئناف فرعي. ثالثا بخصوص الاستئناف الفرعي، حيث إن استئناف العارض الفرعي يتعلق بعدم كفاية التعويض المحكوم به، ذلك أن المحل الذي يفرغه العارض يتكون اتفاقا من جزئين، أحدهما مخصص للاستعمال التجاري والثاني للسكنة، والعارض بذلك سيفقد لا محالة محله التجاري، وأيضا سكنه ستتشرد أسرته.
لكل هذه الأسباب يلتمس العارض رد الاستئناف الأصلي والحكم للعارض من خلال استئنافه الفرعي برفع التعويض إلى المبلغ الذي حدده الخبير سيد عماد المعتمد مع جعل الصائر على عاتق المستأنف الأصلي. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لمجلسكم المقر واسع النظر. المداولة لجلسة بعد أن تتبعنا القضية تمسك المستأنف في جميع مراحل الدعوة بطلبه الرامي إلى ممارسة دعوة حق التوبة، ومن ثم الإشهاد بتنازله عن الحكم الابتدائي. أجاب المستأنف عليه ملتمسا من المحكمة برد الاستئناف الأصلي، وبخصوص الاستئناف الفرعي العمل على تأييد الحكم الابتدائي مع رفع التعويض إلى مبلغ 30 مليون سنتيم. ملف مداولة لهذه الحلقة. ثبت للمحكمة أحقية المستأنف في ممارسة دعوى حق التوبة. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة كما قلت بأحقية المستأنف في ممارسة دعوى حق التوبة، ومن ثم الإشهاد بتنازله عن الحكم الابتدائي، وبأن الاستئناف أصبح غير ذي موضوع، وبرد الاستئناف الفرعي. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، ومع قضية أخرى.